بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. متابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء والبث المباشر مع الناشط السياسي المختار الديبولي شي للرد أو التعليق على تصريحات النائب محمد بويو الشيخ محمد فاضل اليوم في البرلمان، التي أثارت جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق عليها. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. علي مختار ودي بولشين، ناشط سياسي على المستوى المحلي والوطني. أولا، للأسف الشديد تفاجأت بهذه التصريحات الغريبة والعجيبة من طرف هذا النائب، لأنها كانت تصريحات في بعض العبارات الغريبة على البرلمان، وهي اللغة ليست اللغة المعروفة. تقرب للرسول صلى الله عليه وسلم، نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول في حياته صلى الله عليه وسلم لم يكن يسيء إلى أحد، حتى أن عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين لم يتعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عن إيذائه. هذا من ناحية. أما هذه التصريحات التي قام بها هذا النائب والتلميحات والإيماءات والإسقاطات لم تكن حقيقة مناسبة وفاجأتنا كثيرا وندد بها. إذا رأينا من ناحية شرعية حتى عموما عموميات، في الحديث الشريف المتفق عليه يقول في سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والفاسق في اللغة العربية فسقت الرتبة إذا خرجت عن قشرتها. مرة أخرى من الدين غاية التهديد، وطالبين من الجهات المعنية والبرلمان والجهات المعنية الرسمية فتح تحقيق واستدعاء هذا النائب من أجل شرح تصريحات والله الإيماءات والله الإيحاءات. للأسف الشديد لاحظنا منذ الأسبوع الماضي واليوم أن البرلمان أصبح مكان للغوغاء، وهذا لا يوافق القوانين ولا أخلاقيات البرلمانات العالمية كلها. هذا مبدئيا. ومرة أخرى نندد بتصريحات هذا النائب للأسف الشديد. هذه عبارات، أنا الوالد رحمه الله كان في البرلمان مدة 50 سنة، وحدثني كثيرا عن الفترات كلها من فترة الستينات وكذلك التسعينات. البرلمان لم يكن هذه بالطريقة، لذلك نطالب من الرئيس البرلمان والجهات المعنية استدعاء النائب وفتح لجنة تحقيق برلماني من أجل معرفة هذه الإيماءات والإيحاءات هذه العبارات. وكذلك في المعروف أن الحياة الخاصة مقدسة، مع أن رئيس الجمهورية بعيد جدا عن هذه الاتهامات وهذه العبارات وهذه الإيحاءات والإيماءات، ولا يجب استغلال نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل سب الناس، لأن هذا فقط بقيت نقول هذا. شكرا.